هذا راجل اختي، هذا السيد راجل اختي، حنا كتكونوا مسنانه هنايا تعيطوا للسلطات ديال طنجة غوتو سيدي قاسم، يعني عرفوهم سيدي قاسم غوتو له قالوا له راه الراجل طاح، يعني الراجل ما عرفناش فين. ومنين جيت لهنايا لقيت هذاك خيتي هنايا اللي مسؤوله، قالت لي راه حنا خلصناه مع الخمسه وما عرفتش فين مشى. قلت لها كيفاش؟ قالت لك هو مع الخمسه عيط لها قال لها يعني العماره كتزعزع. قالت لك وتما واش مشى بحاله؟ قلت لها كيفاش مشى بحاله؟ قالت لي ما عرفتش واش مشى بحاله، واش بقى هنا ولا. قلت لها علاش شنو عملتو؟ قالت لي جينا وجابوا البوليس هنايا بقاو الكلاب وهذاك كيعرفوا ويعني والعشه، وانا جيت لقيت داكشي ديالو كمية ديالو هذا حوايجو باقي يعني ما ادوا حتى حاجه، هما ما حفروا حوايجو داك الكارو ديالو كلشي يحوايجو الصباب ديالو كلشي منزل يعني باش يحفروا عليه. ولا قال لكم جاوا مع العشرة ديال الليل قالوا العماره طاحت، هادشي البوليس اللي قالوا لنا. ما كاينش حتى البلاصه، كيخدم السبت الحد، كيخدم دائما هو نايم بالليل بالنهار دائما هو نايم. شي 4 سنين وقيله ولا 5 سنين يعني خدام شركه اخرى عندهم جيت الملعب الكره وجابوه لهنايا، يعني كان عنده العشه كانت عنده طبقه منين طاحت طاحت يعني العشه طاحت عليه، جبدوا له الحوايج وجبدوا له كل شيء ونشوفوا بعدا طمنوا عليه نشوفوا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.